انا جيت هنا بدون امي وبدون زوجتي، ولو مشيت بطني اللي معايا حيمشوني وحينظفوني، ولا حضطر انتظر الى ان ارجع جدة او بيتي في المدينة وينظفوني. قطع قلوبكم واحسن ما تقطع اجسادكم في النار يوم القيامة. صدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين. هذا النداء ومن النداء على عجالة يا شيخ عبد الله. الله يجزاك خير اخويا، اقول جزاكم الله خير جميعا، جزا الله اخواني المستمعين خير جزاء طالنا عليكم اليوم، ولكن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. طبعا انا اسألكم سؤال للجميع، انا ضيفكم اليوم صح؟ وضيف اخواني في التلفزيون في جميع انحاء العالم بهذه الليلة ان ننور الحياة بالتوبة ورجوع الى الله عز وجل باذن الله. تحبوني؟ احبك. اقول لكم اللي في التلفزيون تحبوني؟ نعم. وانا والله اشهد الله اني احب كل واحد فيكم. احبك الله. طيب بس قد يختلفون الناس في حبي، في حبهم لي، بس اسألكم سؤال، تحبون الله؟ نعم. الجميع يحب الله صح؟ ما في اختلاف. اسألكم بالله اللي يحب الله امامي لانه يسمع كلامي انه يرفع يده محبة في الله. حتى اللي تابع؟ حتى اللي تابع واللي موجودين معايا واللي وراء الشاشات. اسألكم بالله ترفع يدك محبة لله. يا الله. طب رفعتوا كلكم ها؟ جزاكم الله خير. الله نظر إليكم الآن ورى محبته في قلوبكم قبل أيديكم ما ترفع. طب سمعتم شيء؟ هل لاحظتم شيء يا شيخ؟ كاميرا عليا؟ كلكم رفعتوا صح؟ أنا رفعت؟ أنا اللي سألتكم هل تحبوا الله؟ قلت له أيوة كلكم. أنا ما رفعت، هل أنا ما أحبه؟ طب من اللي منعني؟ الله الله عليك. من اللي منعني أسألكم بالله؟ منعني اللي سمح لك. تدروا ليش؟ لأني كنت أرفعه بمعصيته وسترني سنة وسنتين وعشرين سنة. أي معصية، أي معصية، أغاني، أفلام، مسلسلات، أي شيء. سباق أول واحد، سريع إلى معصية الله، بطيء إلى طاعته. والآن أنت ما زلت تعصي الله وسمح لك أنك ترفعها محبة له، لكن أنا فصلها عني من 21 سنة. تنتظر حتى يمنعك؟ ما زلت تعصي الله، ما زلت تمسك الدخان والمخدرات، ما زلت تسوي العادة السرية، وما زلت تنمصي حواجبك، تعصي، توجبي على نفسك لعنة الله، وما زلت وما زلت. وسمح لكم الآن أنكم ترفعوها محبة لله. بس أنا منعني نفسي أغسل عورتي، لي 21 سنة أغسل عورتي. عمرك ما دخلت الحمام وناديت أحد يجي يغسل عورتك أو أنت؟ أنا إلى الآن 21 سنة أغسل عورتي وأحتاج أي أحد عندي، أي أحد عندي أحتاج أغسل عورتي. إذا وسخت جاني، أنا الآن جيت هنا بدون أمي وبدون زوجتي، ولو مشيت بطني اللي معايا حيمشوني وحينظفوني، ولا حضطر أنتظر إلى أن أرجع جدة أو بيتي في المدينة وينظفوني. قطع قلوبكم وأحسن ما تقطع أجسادكم في النار يوم القيامة. ايوه، عشان احسن ما تقطع قلوبكم وافئدتكم في النار يوم القيامه. اشكر نعم الله عليكم في الارض عشان لا تعذبوا تحت الارض يوم القيامه ويوم العرض. اسال الله ان يحرمكم على النار. هذه اليد اللي رفعتها محبه في الله هتشهد لك يوم القيامه انك تحب الله. طب اشهد، خلي اليد هذه تشهد لك كمان انك اي معصيه بينك وبين الله تتركها يوم يختموا على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. خلي هذه اليد تشهد لك محبة في الله
انك تركت الاغاني والافلام والمسلسلات، تركت العادة السرية، تركت التنميص، وتركت التقليب في المواقع الاباحية، ترقيم العكسات، ترقيم البنات وإيذاء البنات وإيذاء الشباب، ندخل على غرف شاتات عرض اجساد بنات لا اله الا الله من ابناء لا اله الا الله. اذكر الله يا اخواني، اشكر نعم الله، اقسم بالله قال الله: وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم، ما انا الا واعظا لكم بلسان الحال والمقال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تشهد أيدينا وأرجلنا بكل خير وصلاح وفلاح في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم.